مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجد أمام مركب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، المركب ديال فريق الاتحاد البيضاوي، المركب التاريخي. فكيف كتعرفوا بأن يوم أمس كان اليوم الأخير في بطولة استثنائية، في بطولة تاريخية، بطولة كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار، نسخة جميلة وجميلة جدا، نسخة كلها مفاجآت، نسخة ربما أول نسخة فكتكون واحد الإجماع على أن الكوت ديفوار تستحق وبكل جدارة اللقب الإفريقي، لأن جميع المقابلات ديال الكوت ديفوار دوزاتهم كلهم عذاب، يعني ضربوا سمارة، جابوها بدراعهم بمساعد مدرب، ماشي فقط بمدرب، بمساعد مدرب. وهذه رسالة كذلك للسيد وليد الركراكي، أن كأس إفريقيا بمساعد مدرب ولكن بالنية والثقة والخدمة والجد، فقدر مساعد مدرب الكوت ديفوار أنه تحصل على اللقب الإفريقي. فيوم أمس تعطات للمغرب شارة استعداد لتنظيم كأس إفريقيا 2025 في المغرب، وهذه الأشغال عندها علاقة بكأس إفريقيا، لأن ربما هذا المركب اللي هو مركب العربي الزاولي فغادي يشهد ربما مقابلات أو غادي يكون فقط ملعب ديال التدريب، ولكن لا أظن أن مركب العربي الزاولي يقدر يكون ملعب ديال التدريب، لأنه مركب في جميع المواصفات، فيه كراسي، فيه أرضية جميلة، فيه الموقع كذلك جميل، فربما كيتم إعادة بعض الإصلاح أو بعض الرتوشات من أجل استقبال مقابلة كأس إفريقيا اللي غادي تنظم في المغرب. ونتمناو أن نكونوا كالكوت ديفوار تحصلوا على هذا اللقب. للأسف فكان طموح ديال المغاربة كبير، الكل كان كيظن بأن المغرب غادي يقدر يوصل لما وصلت إليه الكوت ديفوار، لكن لا، للأسف للأسف للأسف، فأنا من أولى المقابلات أو من ثاني المقابلة ديال الكونغو فعرفت بأن المنتخب الوطني ضعيف، وضعيف للأسف ما يقدرش أنه يسير يعني الوتيرة ولا القوة باش كان كتلعب مثلا السنغال أو نيجيريا أو الكوت ديفوار. فملي كتشوف اللعيب والمجهود اللي قاموا به المنتخبات اللي ذكرنا، فكتقول يستحيل على المنتخب الوطني انه يمشي بعيد في هذا الكاس، لانه لاعب باقتصاد، وللاسف هو فريق او منتخب رابع عالميا، فتخيلوا بان منتخب وصل رابع عالميا وكيلعب باقتصاد وكيلعب بواحد الاحتياط وعاطي الكره للمنافس، بالعكس راه منتخب رابع عالميا اللي وصل للكاتريم دي موند، راه خاصك انت اللي خاصك تكون كتهاجم، والفرق او المنتخبات الاخرى اللي خاصهم يكونوا كيدافعوا، لان عندك لاعبين كيزاولوا في اكبر انديه الاوروبيه وكثيره بالعالم. ف غير هذا الاسم يعني باش توصل لنصف نهائي كاس العالم فخاصك انت اللي خاصك تكون كتهاجم، والمنتخبات الاخرى خاصها تكون كتدافع. للاسف شاهدنا العكس، ان المنتخب الوطني كيدافع، المنتخب الوطني امام جنوب افريقيا وقف في نصف الملعب ديالو بدون خطة، بدون اي اضافة للاسف. ولكن ضد تجديد الجامعة لعقد وليد الركراكي، لانه ما غادي يعطي المنتخب من بعد كأس العالم، الكأس الافريقي راه تقريبا 14 شهر ولا 13 شهر، فمن كأس العالم ما شفناش شي حاجة في المنتخب الوطني من غير المقابلة الودية اللي كانت ضد المنتخب البرازيلي، ما عدا المنتخب ديال البرازيل اللي فزنا عليه بمدينة طنجة، فالأداء ديال المنتخب الوطني كله ضعيف، خسارتين أو خسارة أمام جنوب إفريقيا، تعادل أمام كوت ديفوار، تعادل آخر مابقتش عاقل داك المنتخب. المهم كنتمناو أننا في 2025 وسط الجماهير ديالنا نفوزوا، وراه ضروري خاصك تفوز، يعني منظم الكأس في البلاد ديالك وأمام الجماهير ديالك والدعم ديال الجماهير ديالك، ف خاصك تكون فايز 100%، لأن غير بالجماهير إذا تلعب
الا لعب المنتخب في طنجة ولا في اكادير ولا في مراكش، راه اي منتخب غادي يدوخ الا لعب ضد المغرب وسط الجماهير ديالو. فانا ضد ديك الكلمه اللي كيقول كنتحمل المسؤوليه، كنتحمل المسؤوليه ديال السي مليون الشريف، لان هناك بعض المصطلحات كيجيبوا الضحكه. فكنت نحترم وليد الركراكي اكثر لو قدم الاستقاله ديالو وبين وعطى الشعب المغربي بانه عنده كلمه وعنده واحد الكاريزما، وبانه قد الكلمه ديالو بان الاخفاق في كاس افريقيا ما وصلش نصف نهائي، غادي يقدم كاس العالم. ولكن للاسف هذه عقليه ديال المغاربه، ولو انك تكون عايش في اوروبا ولا زيد في اوروبا، فهذه عقليه المغاربه اللي ما كيسخاوش بالمناصب ديالهم. ف 60 مليون الشهر راه ما سهلاش باش الواحد انه يقول غادي ننسحب. كان على وليد الركراكي انه تقدم باستقاله في الندوه الصحفيه اللي كانت من بعد المقابله ضد جنوب افريقيا، المقابله الاقصاء. كان في ديك الندوه انه يقدم الاستقاله ديالو ويخلي الجامعه المغربيه الملكيه لكره القدم انها تشبت بوليد الركراكي، يخليو الشعب المغربي انهم هما اللي طلبوا من وليد الركراكي انه يبقى في المنتخب، ماشي وسط الندوه كتقول بان غادي تجلس مع الجامعه وتشوفوا ما هو احسن للمغرب. اذا هنا كتبين على انك ما ساخيش بالمنتخب او لما ساخيش ب 60 مليون سنتيم اللي كدوز كل شهر. والكلمه ديال اتحمل المسؤوليه، شمن المسؤوليه؟ المسؤوليه تحملها هي انك ما تاخذ حتى فرانك، لانك تقصيتي، لانك ما درتي حتى شي حاجه في كاس افريقيا، لانك لعبتي بخطه واحده والمدرب ديال جنوب افريقيا قراك مهنه التدريب. يعني في ندوه صحفيه قال بان المغرب كيلعب بخطه واحده، كتاب مفتوح غير هضر كيتسمى كلاش من مدرب لمدرب. اذا حنا كنتواجدوا امام مركب العربي الزولي اللي كيشهد اصلاح استعدادا لكاس افريقيا المنظمه في المغرب السنه المقبله. كيف قلت بانني كنت ضد اعاده تجديد الثقه في وليد الركراكي، لانه ما غادي يعطي المنتخب ولا شيء. خلينا من لحقه كاس العالم، كاس العالم سهله، غادي يوقع لنا كيف وقع الجزائر. ركينين بعض الناس للاسف اللي بداو بداو يعبدوا ولا يقدسوا المدرب. المدرب راه كياخذ واحد الاجر، صحيح مشينا معاه نصف نهائي كاس العالم، ولكن من بعد كاس العالم شنو كاين؟ والو. الجزائر طاحوا في نفس المشكل، بالماضي جاب كاس افريقيا بقاو كيعبدوا فيه، بالماضي هو بالماضي، يعني هو كل شيء، حتى واحد ما خاصو يهضر عليه. وفي الاخير راكم عارفين شنو وقع. المهم المدرب عنده واحد الاجر الشهري، عنده واحد الواجب وطني كانه مغربي. ف كنتمنى ان كاس افريقيا المقبله تبقى في المغرب، وكنتمنى ذاك المصطلح ديال كنتحمل المسؤوليه ما يبقاش يقولوا شي مدرب، لان كنتحمل المسؤوليه هي تسبح في الصالير ديالك، يتقول بانني ما نستاهلش هذا الصالير لانني ما وصلتش نصف نهائي، وبانك تكون قد الكلمه ديالك اللي تقول المغاربه بانك غادي تستقل اذا ما وصلتيش على الاقل نصف نهائي. فخاص الواحد ثاني يكون هذه الكلمه ديالو باش يلقى الاحترام من طرف المغاربه. تبارك الله عليكم. خاصكم يعني قبل ما نقطع المباشر خاصكم تسمعوا بعض المحللين المصريين الكلام اللي قالوا المدرب ديال جنوب افريقيا اللي خسر مع جوج الماتشات، مقابله في المغرب ومقابله في كاس افريقيا. فبينوا العيوب التكتيكيه ديال وليد الركراكي بانه كيلعب بخطه واحده، اي مدرب يقدر يفوز عليه لان كيعتمد على جوج اللعابه. نهار تعطموا ليه راه مشاو المنتخب شطير ورجع بوفال زياش. المدرب هو انك تكون لاعب باي لاعب في المنتخب الوطني، الخطه ديالك اللي كتقدر توصل المنتخب النتائج، ماشي اللاعبين. يعني بحال قلت لك كتلعب غير هكاك، لان الخطه ديال الناس غادي يقولوا بلاتي. غادي نوضحوا واحد الامور، لان بعض الناس للاسف غالطين في كره القدم. فالمغرب في كاس العالم ما كانش فافوري كيف قال عادل رمزي ديال الوداد، المدرب السابق ديال الوداد. المنتخب الوطني صح ما كان مرشحو انه يوصل نصف نهائي، علاش؟ لان لعبنا ضد منتخبات عالميه. هذوك المنتخبات العالميه اللي هي
بلجيكا و بلجيكا وكرواتيا هادوك فيهم لاعبين ما غاديش نقولوا واعرين على اللعابه ديال المغرب، ولكن العقليه كنتكلموا على منتخب وصل الوصافه ديال كاس العالم اللي هو منتخب كرواتيا. المنتخب الوطني ما يقدرش يخرج يلعب كره مع هذوك المنتخبات، لان الا خرج يلعب كره نقدروا اننا نربحوا نقدروا اننا نهزموا، ولكن وليد داروا واحد الخطه زوينه، الخطه اللي كنا ضدها في الاول، ولكن في الاخير قلنا بان هذه الخطه اللي غادي تنجحنا ومشينا فيها. الخطه دفاعيه محضه، الخطه ديال اتلتيكوس مدريد، الخطه ديال سيميوني، رجع اللور وتسنى الكونتر اتاك باش تضرب الفرقه، وهذا الشيء اللي كان كيدير. كنرجعوا اللور كنخليو اللعب الفريق الاخر، كنلعبوا على المرتدات، كنماركيو كندوزو. هذه احسن خطه دارها وليد، هي هذه. ولو اننا في 2018 مع هيرفي رونار لا البرتغال لا اسبانيا اللي كانوا في انذاك في اوج العطاء ديالهم، فنقول باننا كنا رابحين لولا الاخطاء التحكيميه، لان يعني بالبرتغال برونالدو بانيستا في اللي كنتكلموا على المنتخب الاسباني فقريناهم كره القدم وكنا فايزين في المقابله لولا التحكيم اللي عطاهم اللي حرمنا من ضربتي جزاء ضد اسبانيا وثلاث ضربات جزاء ضد البرتغال، ولكن لعبنا كره وكنا ند للند يعني مع المنتخبات الاخرى لعبنا كرة مع وليد، ما لعبناش كرة، درنا خطة نجحنا بها وصلنا نصف نهائي. خطة دفاعية هي أحسن خطة نقدروا نلعبوا بها باش نوصلوا. في كأس إفريقيا خاصك تهجم، لأنك أنت رابع العالم وعندك لاعبين وبزاف الأمور، يعني كانوا جميع المشاهدين ديال كرة القدم في إفريقيا كانوا كينتظروا المغرب في النهائي. الكلام اللي قالوا المدرب ديال جنوب إفريقيا فخاص يكون سمعوا وليد الركراكي، وخاصو ما يكونش ناس، خاصو يبقى فايق ملي يسمع داك الكلام، لان داك الكلام راه بحال شي واحد كنقولو كبير وكيعاود لك التربيه ديالك، ملي كيقول بان المنتخب الوطني عنده خطه واحده فهذه راه عيب، راه عرفتي شنو يقول لك المدرب بحالك بحاله، ولو انه فيتك في التجربه وفيتك في الالقاب كيقول بان المنتخب الوطني عنده خطه واحده فهذه راه فضيحه هذه المنتخب، وفضيحه لك انت كمدرب. نتكلموا على وليد الركراكي ملي كيزيد ياكد الكلام ديالو كيقول بان المنتخب الوطني كتاب مفتوح، اي منتخب يقدر يفوز عليه. اذا هنا راه ضربت الخدمه ديالك كلها في الزيرو، كتلعب بخطه واحده للاسف. اللي وقع وقع، نتمنوا خير ان شاء الله في 2025. تبارك الله لكم.